من مارثي إرميا النبي كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، صارت كارملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان، صارت تحت الجيزية، تبكي بكاء في الليل ودموعها على خديها، لا معزي لها من جميع محبيها، كل أخلاقها غدروا بها وصاروا لها جالت يهوذا للبوس وشدات العبودية، سكنت في الأمم ولم تجد راحة، جميع طارديها أدركوها بين المضايق، دال طرق صيون نائحة لعدم القادمين إلى الأعياد، جميع أبوابها متهدمة، كهنتها متناهدون، وعذارها متحسرة وهي في مرارة. صار مضايقها رأسا وأعداؤها أيسر، لأن الرب أعنتها لكثرة معاصيها، أطفالها صاروا مسبيين أمام وجه المضايق. يا أورشليم، يا أورشليم، ارجعي إلى الرب إلهك. يا أورشليم، يا أورشليم، ارجعي إلى الرب إلهك. وزال عن بنت صهيون كل بهائها، صار رؤساؤها كيائه لم تجد مرعى، فصار ولا قوة له أمام وجه الطارئ. تذكرت أورشليم في أيام
كيبوسها وشقيها جميع مشتهياتها التي كانت لها منذ أيام القدم، عندما وقع شعبها في يد المضايق ولم ينصرها أحد. راها المضايقون فضحكوا من زوالها. خطية أورشليم خطأ، لذلك لاحقها الطعام. جميع مكرميها ازدروها لأنهم رأوا سوءتها. أما هي فتنهدت وانصعت إلى الوراء. نجاستها في ذيولها لم تتذكر عاقبتها، فإذا بها في انحطاط عجيب لا معزي